تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل طريقة تسجيل الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر من هاتفك. نقوم بالضغط هنا على تطبيق جوجل، ونصف نقوم بالبحث عن الموقع ACDMO. تفيض على هذا الشكل، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على طلب الاستفادة. نصف نقوم بالبحث عن اختيار الجنس أنثى أو ذكر. نصف نقوم بكتابة رقم بطاقة الوطنية التعريف الإلكترونية. نصف نقوم بكتابة معرفة رقمي. نصف نقوم بكتابة تاريخ الولادة. نصف نقوم بإدخال الرمز الأعلى. نصف نقوم بضغط التأكيد، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الهاتف الخاص بكم. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة.